مشاهدينا ضروري نضل عم نضوي على الايادي البيضاء يلي عم تمتد لكل الاشخاص يلي صاروا بحاجه وهن بالاساس ما كانوا يمكن يقبلوا اي حدا يجي يساعدهم، لا ما عندهم من عنفوان وهيك كبر نفس مثل ما بنقول على اللبناني بيضيعهم بالمناطق اللي هن عايشين فيها، بس الحاله اقتضت انه هالاشخاص يتنقلوا ويصيروا بمناطق بالاجمال غريبه عنهم وناس ما بيعرفوها، بس هن مضطرين انه يبقوا بهالمراكز هيدي ومن دون يعني شغلهم توقف، غراضهم منا معهم، بيتهم اكيد ما في شيء منه، وهن موجودين بمراكز ايواء وبحاجه صاروا قصرا انه حدا يهتم فيهم، ليس شفقة بل محبة وتقديرا، انه حلو انه الاشخاص اللي عم نوقف حدهم نكون عم نقدرهم لجهودهم اللي عملوها وغيرهم ما نوضع بهالحاله هيدي. بدي اقول اهلا وسهلا بالسيده ساندرا خلاط عبد النور، حضرتك رئيسة جمعية بسمة يلي دايما بتخبرينا بكل يعني الأوقات نشاطاتكم لا تتوقف على 12 شهر بالسنة وبكل الأعياد، ونحن بنعرف عن بسمة أنه ولا مرة فرقت لا بالدين ولا بالمناطق، فكنتوا مع الكل حيث انوجدت الحاجة. اهلا وسهلا فيك ساندرا. اليوم بسمه اكيد انا من دون ما اسال اكيد بسمه كانت من اول اللي تحركوا عند وقوع هالحرب والانتقال هالناس لاماكن الضيافه او المراكز الضيافه اللي استقبلوهم فيهم. مثل ما قلت ما معهم شيء اجوا، شغلهم توقف اكيد وهن بحاجه لكل شيء. شو عملت بسمه؟ أول شيء بونجور لإكرانيا ولكل المشاهدين. جمعية بسمة من أول نهار مثل ما تعودنا من 22 سنة لليوم نحن واقفين حد كل اللبنانية على كل الجهات وعلى كل الجبهات، يعني وين في مرقنا بكثير حروب وأزمات وبعدنا بفضل العناية الإلهية عم نقدر نحن نتجند فعليا مع كل فريق العمل تنكون واقفين على الأرض ونكون حدهم ونرد لهم هالكرامه اللي كنت عم تحكي عنها، لانه هن فقدوا كل شيء وفقدوا حتى الكرامه، قاعدين في منهم كانوا على الطرقات وما عندهم مأوى وين يروحوا، ومهم الانسان يوقف حد الثاني ويحس بانسانيته بهالظروف بدون ما يفرق وبدون تفرقه ان كانت دينيه او سياسيه. فما بعرف قد ايه عدد، يعني كيف اشتغلتوا هيك تنخبر الناس، كيف اشتغلتوا على الارض؟ يعني هل اخذتوا في بعض الجمعيات اخذت مركز واحد، في بعض الجمعيات اخذت انواع معينه من الامدادات والمساعدات، في جمعيات اشتغلت بس مع الاولاد او طبيا اهتموا بس طبيا، انتم شو عملتوا؟ نحن اول شيء دغري تجندنا لانه الشركات اتصلوا فينا بدهم يعطونا مساعدات. حلو. وهيدا اعطينا دافع تنكون دغري على الارض نقدر ننفع كذا مركز كذا مدرسه، مش نكون بمحل واحد فقط، وقدرنا نتوسع ونقسم حالنا ونقسم فريق العمل لعده مناطق، ان كان ببيروت كذا ابعدت المتن وكذا اصغرتها وحتى بكسروين موجودين، عم بيكون عندنا متطوعين بكل منطقه وعم ننسق مع كل المنسقين بالبلديات ان كان ببيروت او بالمتن او بصغرتها تنقدر يكون في تنسيق وما نعمل دوبليكيشنز، يعني يكون وصل نوع مساعدات لانه احنا عم نامن جميع انواع المساعدات كل شيء، يعني عندنا الوجبات الساخنه، مية الشرب، الفوط الصحيه للنساء، الحليب والحفاضات للاولاد، الفرش والمخدات، الحرمات، الملابس، ما بعرف اذا الناس شيء بس كل شيء عم نقدر نكون واقفين حدهم لانه الناس عم تتبرع وبفضل تبرعات العالم نحن واقفين حدهم. وهلا عندنا مشروعين جديد اللي هن الكيد ديجين، بنعرف انه اجوا بلا شيء، ما عندهم معجون اسنان، فرشاه اسنان، ديودوران، شامبوان، ما في شيء من مش اول شيء بيفكروا فيها يلي عم بيجوا، اول شيء بيفكروا انه شيء ليتدفوا، فرشه ليناموا، واكل لياكلوا، اوقات عم ينسوا المي حتى. صح،
ونحن هلا عم نفكر بكل الحاجات وبالتنسيق مع الكل تما يكون في دوبليكيشنز، ونحن قدر نوصل ل 95 مركز ومدرسه بانه نامن لهم كمان الغاز للطبخ يصيروا هن مستقلين ان شاء الله. غاز كوكرز مع انين غاز ب 95 مركز، وهذا بالتنسيق مع كل المناطق تيكون في عدالة بالتوزيع وما تكون منطقة على حساب منطقة. بس هيدا الشيء يعني ان شاء الله ما بتوصلوا انه تحققوه، ليك انا كيف عم بتمنى لكم لحتى ما يكون في ما تطول بقى كثير. اكيد نحن بنتمنى انه ما تطول، بس في شغلة انه اليوم كل المطاعم محمسين ومندفعين وفي كيترز. قد ايه رح يدوموا؟ عم بيقدموا. قد ايه رح يدوموا؟ كم جمعة؟ كم اسبوع؟ عنا اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع اربع اسابيع، اذا طولت اكثر بس بدنا نكون عم نفكر على المدى المتوسط تما نقول المدى الطويل. نعم تنكون عم نستبق الامور وما يصير عنا دو موفيز سيربريز. طبعا هلا بنفكر شوي كمان بالفريق العمل اللي عم بيشتغل وعم يتوزع على المناطق. بالقبل كنتوا يعني حاضرين ليكون في هالعدد الاشخاص اللي موجود بعده مناطق، ان ما نهينا يكون في تجنيد لهالاشخاص هول؟ لا اكيد، هلا هن المتطوعين اللي عم بيكونوا ايدنا، في عنا متطوعين بصغرتا عم بيكونوا ايدنا، وهونيك في تعاون مع جمعيه من المنطقه للتوزيع، يعني كرمال اللوجيستيك والترانسبور يكون اهين واوفر، نحن عندنا ناس فيها تيجي تاخذ الاغراض. هلا عندنا توزيع اليوم ل ليعة ومرج عيون، هلا رايحين نوزع لهم مواد غذائيه وكمان ادوات تنظيف، رح نلتقى كلنا بالمستودع تبعنا تحت اشراف اليونيفيل وجيش اللبناني، لانه بنعرف انه هن طرقات ما الجيش ما عم بيخلي حدا يقطع، هن محاصرين ومش عم بيقدر يوصلوا المساعدات، هلا نحن رايحين نوصلهم. سو كل شيء لوجيستيك نحن عم نقدر ننسق مع المناطق تا تقدر توصل المساعدات. واكيد هالمناطق يعني بلا الجيش اللبناني ما بيمشي الحال، لانه مزبوط هالحصار يلي عليهم، دائما عم نشوف صور بهالاثناء كمان انه مشكلة كبيرة، انه المؤن ما عم تقدر توصل لهم، الفيول البنزين ما عم بيقدر يوصل لهم، وان شاء الله ما بتطول لما نوصل لمرحلة التدفئة. ايه هي المشكلة، لانه بدهم مازوت، حتى في منهم بدهم مازوت تيدوروا الجنراتور لانه ما في كهرباء، سو عندنا حاجة المازوت، عندنا حاجة التدفئة بشتى انواع، يعني نحن بنشوف قد ايه في كم امبير في بالمدرسة تنقدر نشوف اذا بيقدروا يوصلوا دفايات على الكهرباء، يعني وبعدين بدنا نحكي عن الشق الصحي، نحن بنتمنى يكون في حكمة واطباء يقدروا مداومين على المراكز ويداوموا ويعملوا يتطوعوا ويروحوا يزوروا هالمراكز محل ما هن بمناطقهم، لانه في امراض رح تتفشى، يعني عندنا دوش كومين للكل، عندنا تواليت كومين للكل، يعني كلهم عم بيشاركوا هالمكان اللي هو اصلا مش مؤهل يستقبل هالقد اعداد. امبارح كنا بمدرسه نويره براس النبع محل ما نزلت الغاره، طب بالمدرسه في 700 الحمد لله على السلامه بدايه ميرسي، في 700 شخص بهيدي المدرسه حد محل ما نزلت الغاره، طب 700 شخص ما بدك تهتمي بالنظافه باللقاح، طب بدهم فاكسان، بركي في كثير اولاد يعني اقل مرض ممكن انه يتفشى بكثير سرعه، واذا ما في لقاح اكيد ما حدا عم بينتبه، يعني حتى بغزه مؤخرا الاطفال تلقوا لقاحاتهم تحت القصف، فهون ما بتصور هالقد صعبه انه يلتفتوا اكيد الجهات الصحيه وزاره الصحه لهالموضوع هيدا. كنا عم نحكي عن موضوع الاستشفائي منه هين، بس كمان الاطفال يعني بحاجه ل اهتمام، بحاجه هول برات المدرسه اكيد هن وغيرهم كمان، المدرسه الرسميه كلها واقفه وقسم كبير من المدارس الخاصه كمان واقف لانه موجود باماكن منا امنه. قبل ما اجي لهون كنا باجتماع مع مدرسه معينه وعم بيفكروا صح، عم بيفكروا انه هن بصفوفهم بعد في اذا في محل للتلاميذ يقدروا يستقبلوا هالتلاميذ اللي قاعدين بالمراكز الايواء واللي ما عم بيعملوا شيء كل النهار، حرام اكيد لازم الكل يكون عم بفكر هيك، لانه هذا التلميذ بده يضيع
شهرين ثلاثة أربعة بكون ضيع السنة يعني. طبعا يعني إذا فينا نكون عم نعلمهم إن كان بقلب المركز يكون في متطوعين أو ينعمل مع المدارس شفت تاني بعد الظهر تيكونوا عم بيعلموا هالتلاميذ. إن شاء الله نحن بنتمنى هالشي يصير لأنه هيدي شريحة من المجتمع قلت الصبح إنه الأطفال هن أكثر شيء بيتأذوا من الحروب والمشكلة إنه ما كتير بيفكروا فيهم بيقولوا لاحقين هو اللي بس إنه يكونوا آمنين عم بيروحوا شهداء أصلاً وكمان عم بيتأذوا نفسياً واجتماعياً وثقافياً. هيدا موضوع يعني كمان نداء لكل الجمعيات يفكروا بهالشيء هيدا أكيد وإن شاء الله كمان يفكروا بالشيء النفسي. هلا نحن بنعمل أرت ثيرابي وهلا من بعد الحملة اللي عم نقوم فيها اللي هي الإغاثة يعني كل شيء طارق يعني الأولويات هلأ بدنا نبلش نفكر بالكماليات ونبلش نفكر بالأرتيرابي والمتابعة النفسية والأنيماسيون وحكينا امبارح الماجيسيان تنقدر نخد لهم نموه لهم شوية للولاد اللي قاعدين بهيدا الوضع اللي هو عن جد تروماتيزان يعني اللي عم بيعيشوه ما نهين. طبعا يعني واحد ولاده بالبيت وقت اللي عم بيشوفوا عم بيسمعوا عم بيعيشوا هالقلق بيقول يا دلي انا ولادي شو صاير فيهم كيف بيفكر بهول الولاد اللي امبارح عم تقولي 700 شخص موجود بالعمليه وعلى حيطهم نزلت بنايه وكمان راح فيها شهداء وعيال. يعني المشهد كثير بيضايق بس نحن اليوم قررنا مش معقول قررت بكره عم بقول للكل انه انجابه هول كلهم بصمت وصلاه وابتسامه وصلت لنا بسمه. فاذا حدا بحب انه او بعض الشركات او الاشخاص يلي بحبوا انه يدعموا بسمه لانه عم نشوف على الارض وشفنا من خلال الصور وعم نسمع ونشوف ندخل على السوشيال ميديا تبع بسمه قد ايه اسم الله عليكم دائما عن جد بابتسامه وبكل هيك في روح الشباب بشغل على الارض دائما. اليوم بسمة لشو بحاجة أكتر شيء لتقدر توصل لهالأشخاص لأنه احتكيتوا فيهم وكنتوا معهم وشفتوا لشو هن بحاجة؟ ايه مثل ما عم نقول نحن بلشنا نفكر بمرحلة انه الطبخ لأنه هذه الوجبات الساخنة اللي عم توصل على المراكز خالصة مخلصة هيدي بركة ما تقدر تدوم. يعني بنفكر بالمواد الغذائية المواد الأولية بالمازوت بالتدفئة بكل شيء كماليات يعني المدارس اللي بعد ما ركبت الدوشات تنقدر نحن نكون عم نتعاون مع المتبرعين مع كل الأيادي البيضاء تنقدر نحسن بمراكز الإيواء تيكونوا عايشين بشي لايق بالإنسان. طبعا وهيدا أهم هدف موجود بالجمعية. صح. إذا حدا بده يتصل بجمعية بسمة بيتصل على رقم 70-68-61-05. صح. فإذا 70-68-61-05 وبيقدروا يدخلوا على صفحة بسمة على الإنستغرام BASSMALB بسمة LB يعني بسمة LB 2S LB لازقة بعدها صفحة الانستغرام وعلى فيسبوك بسمة BASSMA بس ايه. وهيك بيقدروا يتصلوا فيكم بيقدروا يشوفوا اكيد وين نشاطاتكم اذا حدا في يكون متطوع او حدا بيقدر يساعد من اي ناحية من النواحي اللي ذكرتيها حضرتك انتوا اكيد جاهزين اكيد نحن بنتمنى يكون في عنا متطوعين يجوا يساعدونا على الارض هيك نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن من المراكز. شكرا لك ساندرا خلاط عبد النور رئيسة جمعية بسمة الله يقويكم. بدي انتقل الى باسكال وفاميلي.